ذلك يا رب فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير، بركاته تكون مع جميعنا، آمين. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونأتي إليه فنجعل لنا عنده مقاما. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. السلام استودعكم وسلامي أعطيكم، لا أعطي أنا كما يعطي العالم، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. سمعتموني أقول لكم أنا ذاهب ثم أرجع إليكم، لو كنتم تحبوني لفرحتم لأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. لقد أنبأتكم منذ الآن بهذا الأمر قبل حدوثه، حتى إذا حدث تؤمنون. حقاً والمجد لله طيب. أحبائي، الرب بيستقبلنا في هذا الأحد السادس من زمن القيامة المجيد. أتمنى أن احنا نكون لسه حافظين فرح القيامة، وعدو الخير ما يكونش انتزعه مننا بواسطة الأحداث اللي بتحصل كل يوم. وفي هذا الفرح، في هذا الوقت، الكنيسة جاية بتدينا هذه الكلمة. سمعنا القراية الأولى اللي بتقول إنه في مدينة نازلة من السماء لها أبواب، ثلاثة من هنا ومن كل جانب، 12 باب، مبنية على أساس الرسل. والمدينة دي ما كانش فيها هيكل، لم أجد فيها هيكلا، لأن الرب الإله القدير هو هيكلها، وكذلك الحمل. بعدين بيقول مش محتاجة لنور الشمس ولا القمر، لأن مجد الله بينورها، والنور بتاعها هو الحمل يسوع. المدينة هي الكنيسة. تصوروا الكنيسة من غير هيكل، إيه معنى؟ ليه؟ قولك الله هو هيكلها. عايزين نفهم ده. بعد كده في الإنجيل، إن حسبكم بالسؤال ده كده يتخمر شوية، سنرجع له. في الإنجيل بيقول يسوع: إذا حد فيكم حبني أبي يحبه عشان حفظ كلامي. إذا أحبني أحد يحفظ كلامي. الترجمة بتاعت يحفظ مش صح قوي، بس مقبولة. لما الكلمة باليوناني هي يراعي كلامي، البرونسوان، يراعي، يهتم. لو حد بيحبني يهتم بكلامي، حتى في العلاقات العادية بين الأشخاص، في العيلة والأصدقاء،
حد اللي بيحبك بيسمعك كويس انت بتقول ايه، وبيحط في اعتباره كلامك وبيراعي كلامك لانه بيحبك. وانت كمان لو بتحب حد انت بتسمع له كويس وبتخلي بالك من اللي بيقوله وبتراعي الكلام ده في المواقف المختلفة. ليه؟ عشان في علاقة حب. نفس الحاجة مع يسوع، مسألة علاقة. في العلاقة دي انت بتحبه؟ لو سألتكم انت بتحب ربنا هتقول لي ايه؟ لو سألت الشابة دي او اي حد، الشابة اللي هناك دي، بتحب ربنا؟ طبعا يا ابونا، ازاي ده انا بموت فيه وانا ليا مين غير ربنا؟ ممكن كمصريين نسمع ونعدي، بس لو حبينا نشوف في البراف بتاعت كل يوم هنلاقي ان حب ربنا ده بيكلف كتير. لو بتحب ربنا بتحفظ كلامه، بتراعي كلامه في قلبك. فلو احد اساء ليك او ظلمك انت بتتعامل معاه زي ما يسوع متعامل. لو عندك صعوبات يبقى لسه الحب ده شويه لازم ينمو. ما هو الحب بيتقاس بالمواقف مش بالاحاسيس. يعني تسال البنت الصغيره دي اللي بتعمل دوشه، تقول انت بتحب ربنا؟ بتحبي بابا وماما؟ قد كده، هاي قد كده. وبعد كده عمرها ما تسمع امها ولا تعمل اللي هي بتقول عليه، صح؟ فإذا المشكلة فين في العلاقة؟ إنه الواحد يقع في اختبار الحب. يعني افتكر لما كنت شاب كده وحبيت خطيبتك حاتم، كنت بتعمل ايه؟ اللي بتقوله أوامر طبعا، انك بتحبها، فكل كلمة بتخلي بالك عليها، تاخد بالك ده هي عايزة كذا وهتيجي كذا وانا هعمل كذا. ليه؟ في علاقة حب. بعد كم سنة جواز تقول اللي تقوله، انت بس تعدي الوقت، يا بتطلع من هنا وتدخل من هنا وتطلع من هنا، مش بلازم. اذا المشكلة فين في علاقتنا بيسوع؟ يتولد فينا شوية حب حقيقي، مش شوية احاسيس. الاحاسيس بتروح وتيجي، لكن الحب الحقيقي ما بيتلغيش. بعدين سؤال تاني، هو احنا اللي بنروح السما لما نموت يعني، ولا السما بتجيلنا؟ هتقولي سؤال عبيط. لا، مش سؤال عبيط. ايه رايكم؟ ايوه هاني، احنا اللي بنروح السما ولا السما اللي بتجيلنا؟ معناه قول اللي عندك، يعني مش لازم تقول الصح. ليه بتقول كده؟ عشان يبقى في سؤال. عشان حد عايز يجاوب؟ بص يسوع بيقول ايه، اذا احبني احد راعى كلامي فاحبه ابي. يعني انا راعي كلام يسوع في حياتي فابوه يحبني. وبعدين وناتي انا وبابا اللي بيحبني، ناتي ونجعل من عنده مقاما. الاب والابن لما بيتولد في قلبك شويه حب ليسوع وبتراعي كلامه بيجوا يسكنوا مقاما، مشكن، ليودا بيتاسيا، مكان للحياه، بيت، منزل. يعني انت تكون
مكان سكن الله. طب والله ساكن فين؟ زمان في الخيمة، دلوقتي في الهيكل أيام إسرائيل، دلوقتي في التبرناكل الهيكل الصغير ده. لكن نأتي ونجعل منه مسكنا، يعني يعيش فين؟ فيك. عشان كده المدينة اللي نازلة من السماء ملهاش هيكل، لأن الهيكل هو الحمل وأتباع الحمل. لو الأب والابن وأنت بتحب يسوع شوية يجوا يسكنوا فيك، فين ما أنت بتروح ده ربنا اللي بيروح، ده الله والاب، الأب والابن وروح القدس هما اللي فيك. فين ما بتقعد هما كمان بيقعدوا. ده مش تفكيري أنا ولا تعليمي أنا، ده اللي بيقوله كلمة الله. لو أنت بتتكلم الآب والابن والروح القدس فيك هما اللي بيتكلموا. عشان كده بعد شوية تلاقي القديس بولس يقول لك إيه؟ لست أنا الحي بل المسيح يحيى فيا. فإذا بتكلم فالمسيح اللي بيتكلم، إذا بقعد، إذا بروح، إذا باجي، إذا بنام، الحياة لي هي المسيح في كل حاجة. انتبهوا عشان الموضوع ده خطير. بس بيعتمد على إيه؟ إن أنت تبقى شاطر وكويس وما تعملش غلطات وما تعملش خطايا؟ زي ما أنت، بس عندك شوية حب للمسيح لأن هو أحبنا أولا، هو حبنا زي ما احنا من الأول خالص، شاف خطاياك وغفرها، ما عندوش مشكلة مع خطاياك، شاف حدودك، شاف ضعفك وقال أنا بحبك، أنت حبيبي. فلو أنت قبلت الدعوة دي، أنا حد يقول لك أنا بحبك، فأنت هترد عليه تقول له إيه؟ وأنا كمان أنا مستعد أدخل في خطة حياتك. فلو ترد عليه وتقول له أنا بحبك مستعد أخش في خطة حياتك يا يسوع، وإرادتك تبقى إرادتي ونبقى إنتيم، فهو والآب يجي يسكنوا فيك، بيبقى ليك قيمة رائعة، إنسان مقيم. فين ما هو بيروح الله معاه. بس الإنسان المقيم ده كانت خاتمته مش سهلة. ليه؟ بالحب، لأنه بالأسلوب ده بيظهر طبيعة الحب اللي بينه وبين أبوه. فأنا وأنت مصرنا كده حبايبي، ما هوش يهللولنا بيسقفونا برابو انت مسيحي. شوية شوية بيتشوفوا في المجتمع، سألوا أولادكم يقدروا يقولوا احنا مسيحيين؟ في المدارس، في الجامعات، يقدروا يجيبوا سيرة الكنيسة؟ ده الجو بره على الكنيسة وعلى يسوع وعلى المسيحيين صعب قوي. كتر خير ولادنا، لازم تسمعهم كتير بيسمعوا ايه في المدرسة. من أحبني؟ أحبه أبي، ونأتي ونجد عنده مقاما. فالهيكل اللي مش موجود في أورشليم السماوية هيبقى الحمل وأتباعه. طيب بعد كده بيقول إيه؟ قلت لكم الكلام ده وأنا موجود بينكم، ولكن المؤيد، ترجمة بتقول كده، المعزي، كونسولاتور، أدفوكاتوس، روح القدس. معزي يعني ايه معزي؟ اللي بيعزينا. احنا
ليه يعزينا؟ يقول الباقي في حياتك؟ تشجع المسيح قام؟ هي دي التعزية؟ نعم. كونسولاتر، كونسولاتر، كون السولي، السولو، مع اللي لوحده. كونسولاتر، افيك سيلوي كي سال. يعني تمر بخبرة تلاقي نفسك فيها لوحدك، هو يكون معك، مع اللي لوحده. تبقى في حالة وحدة لسبب أو لآخر، أنت مش لوحدك. الكونسولاتر المعزي جنبك، اللي هو روح الله. بيعمل إيه وهو جنبك؟ أدفوكاتوس، بجوار اللي بيدافع عن نفسه. زمان وقت الإنجيل ما كانش فيه محامي، أفوكا، أدفوكاتوس، يدافع المتهم في المحكمة. فكان يحصل إيه؟ المحامي من حقه يجي يوشوشه في ودنه ويقول له الكلام للمتهم، والمتهم يدافع عن نفسه قدام المحكمة. فالوشوشة دي هي إنه في حد جنب ودنك بيقولك كلام أنت بس اللي بتسمعه، وشوشة. فأنت تقدر تدافع عن نفسك قدام الاتهامات. أدفوكاتوس، روح القدس يجي ويكلمك، المؤيد، ويقول لك الكلام اللي لازم تقوله. لكن في روح تاني نجس يجي من الودن التانية ويقول لك كلام وحش، ده غلط فيك وما يستحقش الرحمة، دي إنسانة مهما عملت معاها عمرها ما هتتغير، انساها. يوشوش في ودانك التانية، وانت تسمعه تلاقي بقى الاتيتيود بتاعك كله اتغير. فالمؤيد، يسوع بيقول المؤيد اللي هو الكونسولاتر اللي مع اللي لوحده، اللي هو بيقول لك كلام تدافع فيه عن نفسك، اللي هو الروح القدس اللي هيبعته الاب باسمي، هو يعلمكم كل شيء. في حد فيه هنا معلم، مدرس؟ مين مدرس هنا؟ مش ولا حد مدرس؟ انت مدرسة؟ كنت مدرسة. طب يعني ايه نعلم؟ انت معلمة. هو يعلمكم كل شيء، جميع الاشياء. يعني ايه يعلم؟ ما يجي تنقل معلومات. هايل. في حد عنده اراء تانية؟ الكلمة هنا يعلم يعني يكتب في قلبك، انسينيه في الاخر، يكتب ويمضي في الاخر كده. هو اللي كتب الكلام ده في قلبك، انسينيه. المعلم حاجة رائعة، يكتب في قلوب الأولاد العلم والفضيلة والأخلاق، تبقى مكتوبة في قلبه. إنما الروح القدس يعلمكم، يكتب في قلوبكم إيه؟ كلام المسيح اللي يطلع في المواقف المختلفة علشان يشرح لكم معنى المواقف ويخليكم تدخلوا فيها وتقبلوها، حتى لو فيها ظلم. فيجي يوشوشك في ودانك ولك اقبل، انا بحبك. لو قبلت هتظهر طبيعه الله فيك، لان الله بيحب اللي بيظلموه، بيحب اللي بيسيئوا اليه، بيغفر لهم. انت هتظهر بنفس الطبيعه لانك ابن الله، مش مختلف عن يسوع. اغفر، يشرح لك معنى الموقف،
وتقبله وتخش فيه. ده اللي اسمه يعلمكم. هو يعلمكم جميع الأشياء، مش حاجة ولا اتنين، كل حاجة بتعيشها في اليوم. وانت طالع السلم رجلك التانت واتكسرت، يا حرام، بعد الشر عليك ان شاء الله. انا انت وطالع من العربية راحت راسك ضربة، انت وماشي في الشارع الترافيك وزهقان، والحر دلوقتي زهقان، الأسيس بيطول زهقان، صح؟ فيجي الروح القدس يشرح لك، ايه رايك لو قبلت الراجل ده زي ما هو؟ ايه رايك في الحر والترافيك؟ انا معاك، تعال نصبح، تعال نرتل، ايه رايك في الازمه دي؟ تتصرف كذا. شوفوا، هو بيعلمكم كل الاشياء، فكل الأحداث بتاعت كل يوم هو موجود فيها وبيشرحها، فبيدي لك المعنى، فبتبقى عايش ملك. الفلوس زادت، الفلوس نقصت، الصحة قوية، الصحة ضعيفة، العيال بيكلموني ما بيكلمونيش، مش حاجة ليها قيمة إلا علاقتي. من هنا جاي معنى الكلمة ريليجن، دين. ايه هو الدين؟ ريليي، ريليجن، ريليجيون، ربط. انت مرتبط مع حد تاني بايه؟ بعلاقه. فحبايبي الانجيل النهارده جاي يقول لنا عندك علاقه بيسوع، بتحبه، بتحبه، يبقى هو مقيم فيك، هو وبابا، هو وابوه هما في قلبك. عشان كده مش احنا اللي بنروح السما، ده السما اللي بتجيلنا زي ما قال هاني، وبتسكن فينا وبتعمل مننا هيكل. فبعيش حياتي جميع الاشياء وانا جنبي فيه أدفوكاتوس، معزي، ما بيسيبنيش وحدي لما بتوجع، لما بيجيلي الكانسير، لما بقعد لوحدي، لما بتألم، ولكن بيكلمني يوشوشني ويشرح لي معنى الأمور ويكتبها في قلبي، فبكون ملك حياتي لأنه معايا وما بيسيبنيش. عشان كده في الاخر يقول لك ايه؟ سلامي اعطيك، ليس كما يعطي العالم. الروح ده مهم، والا هنقعد حبايبي كل واحد في مخه الصحه اهم حاجه. مثلا طول ما انا عيان انا متذمر ومتضايق، اشفيني يا رب. والنهارده عيد القديسه ريتا، شفيعه الامور المستحيله، يا سانتا ريتا انت قادره اشفيني. العذراء هاجي لها الشهر المريمي، يا عذراء مريم خلصيني من المشكله دي. الحاجات ما بتخلصش والعيا ما بيتوشفاش. طب ايه هو ربنا مش راضي علينا؟ ما بيحبناش؟ لا، ببساطه هو عايز يعيش معاك اللي انت بتعيشه. متالم مش عايز يسيبك لوحدك، عايز يعيش معاك. في حد يحبك اكتر من كده؟ يعيش معاك اللي انت بتعيشه ويبقى ملتصق بيك 100%. سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم انا اعطيكم. السلام ده معناه انه انا فيك انت فيا، بنعيش مع بعض كل حاجه حتى لو مش على مزاجك. مش هتدور على حاجات انت عايزها بينما انا مش عايزها لك. هتكون انسان بيقبل كل المواقف اللي بتحصل، ما انتش انسان متذمر،
ما انتش انسان متمرد رافض اللي بيحصل، رافض الناس بطبعها، رافض كل المواقف اللي هي مختلفة عنك. ليه كده؟ ليه ما عندكش سلام؟ هو مين اللي ساكن فيك؟ أي روح بيعزيك؟ أي روح بيعلمك وبيرشدك؟ بيقولك إيه عن تاريخك؟ اسأل نفسك الأسئلة دي، مهمة، عشان إذا جاوبت عليها بطريقة واقعية هتلاقي نفسك شبعان من كل الدنيا، مش محتاج حاجة. كل اللي بيجي هدية، حتى العيا، حتى ناقص الفلوس، كله هدية من ربنا. لو اللي بيشرح لك بيقول لك الحقيقة. أمين؟